البرنامج برعاية يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اللقمه هنيه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاعياد ومناسبه السنه الجديده 2019. يا رب السنه دي تبقى احسن من السنه اللي قبليها، والسنه اللي بعديها 2020 تبقى احلى من 2019، وهكذا وهكذا. من كل قلبي فعلا بتمنى لكم كل خير وصحه وسلامه. النهارده انا هعمل اكل حلو، اكل بيشهي، اكل طعمه حلو، ريحته حلوه جدا، طريقه صنعه سهله جدا وبسيطه جدا. احنا الفورمات بتاع البرنامج او شكل البرنامج العام ان احنا مقسمين الايام، كل يوم ليه ثيم، ليه شكل معين. في يوم بنعمل اكل سريع، في يوم بنعمل اكل شارع، في يوم بنعمل اكل دولي، في يوم بنعمل اكل رخيص، في يوم بنعمل اكل من بواقي الاسبوع، وهكذا. بس احنا في الفتره دي موقفين الفورمات ده شويه، حاطينه كده على جنب علشان نحتفل معاكم بالاعياد. فبنعمل اكلات مختلفه عن الثيم ده، وهنرجع تاني ان شاء الله من بعد 8 يناير لنفس الثيم ده مره تانية. طب انا هعمل ايه النهارده؟ النهارده هعمل فراخ مشويه في الفرن. بس الفراخ المشويه دي بقى انا مش هحشيها فريك ولا هحشيها رز. الفراخ دي انا هحشيها فاصوليا بيضه وهحشيها بسله وليمون. هوريكم الوصفه دي حلوه جدا جدا جدا، طعمها حلو، مليانه قيم غذائيه ومختلفه وجديده. تقدروا تعملوها عندكم عزومات او في ايام عاديه في البيت تقدروا تعملوها. هعمل ايه كمان؟ هعمل النهارده باميه بالكاري. الباميه دي احنا دايما متعودين على الباميه بالصلصه الطماطم وبالطشه، الباميه بتاعتنا الجميله اللي كلنا متعودين عليها. بس النهارده الباميه واخده طابع مختلف. النهارده الباميه احنا ملبسينها بدله مختلفه على اللي هي بتلبسها كل مره، طعمه مختلف بس برضو حلو جدا زي ما احنا متعودين. هنعرف بقى المقادير، الخطوات، التفاصيل بالظبط وهنعمل ايه بعد الفاصل. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل، احنا معاكم من دلوقتي ولمده ساعه مباشره. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الارقام الهاتفيه اللي تظهر على الشاشه قدامكم، او من خلال صفحتنا على فيسبوك لقمه هنيه. تعالوا بقى اقول لكم ايه انا هعمل ايه النهارده. انا قلت لكم خلاص هعمل ايه، بس تعالوا اقول لكم المقادير. هبتدي بالفرخه الاول عشان نحطها في الفرن، وبعد ما نخلص الفرخه هنخش بقى على الباميه ونشوف هنعملها ازاي بالظبط. يلا بينا. المقادير: فرخه كامله، ملح وفلفل، زيت، فاصوليا بيضة مسلوقة. أنا عايز الفاصوليا تبقى مسلوقة تلات أرباع سلقة، وهقول لكم ليه. عايزين خضروات مشكلة، عايزين بسلة وجزر وفاصوليا خضراء، بصل مفروم، ورق لورا، كاري، زبدة، ليمون أداليا، ليمون كبير كده، عايزين الليمون الكبير ده. لو ما عندناش الليمون الكبير هنجيب الليمون الصغير، بس بدل ما نحط ليمونة أداليا هنحط مثلا تلات ليمونات بلدي. على فكرة الليمون البلدي ريحته أقوى وأغنى. القصة كلها بس إن ليمون الأداليا بيبقى كمية المياه فيه أكبر. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه. أنا جيت هنا حطيت طاسة على النار بسخنها كويس. عايز بقى أشوف الأستاذة فرخة دي هعمل فيها إيه، وإزاي هأكسبها نكهات حلوة، إزاي هضيف ليها نكهات حلوة تطلع في النهاية في الوصفة اللي أنا هعملها. الطاسة بتسخن، هجيب كده معلقتين من الزيت زي ما قلنا في الوصفة. وحضر بقى جنبي الحاجات اللي انا هبتدي بيها الوصفه دي. طيب انا ليه كنت بقول لكم ان انا عايز الفراخ تكون، مش الفراخ، ليه كنت بقول لكم ان انا عايز الفاصوليا البيضه مستويه او مسلوقه تلات ارباع سلقه بس؟ علشان سبب مهم جدا، هو ان هي لما تخش الفرن لو هي مستويه ومسلوقه بنسبة 100% اللي هيحصل ان هي بعد ما تخش الفرن هتتهري جوه الفراخ. فانا محتاج يبقى لونها كده. ممكن نبص هنا يا ابو حميد، تقريبا 3 ارباع سلقه، هو ده اللي انا محتاجه. تمام. طيب حلو قوي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي حالا. الزيت سخن على النار، هعمل ايه بقى؟ عايز اشوح المكونات اللي هتخش في حشوه الفرخه. فهعمل ايه؟ هنزل هنا بالبصل، اديله تقليبه سريعه،
بشوحه. ليه بشوح؟ ممكن اخد البصل ده احشيه على طول جوه الفرخه. انا ليه بعمل كده؟ بصوا، انا هنا بحرر النكهات اللي موجوده جوه المكونات قبل ما تتحشي جوه الفرخه. يعني النكهه بتاعت البصل مع الحراره بتطلع وبتزيد. انا عايز النكهه دي تظهر، عايزها تطلع، عشان كده بسخنها، عشان كده بشوحها. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل مكعبين من الزبده، وبعدين هنزل الخضروات المشكله. ونديها تقليبه. وانا شغال بقى كده هجيب ملح وفلفل اسود. تقليبه كمان. يا مها ازيك؟ ايوه مساء الخير. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه وبالف صحه وسلامه يا رب. وسنه سعيده على حضرتك وعلى الاسره كده ان شاء الله. يا رب. وانت كمان يا رب تكون السنه دي احلى من السنه اللي فاتت يا رب، وتحقق يا رب علينا جميعا ان شاء الله. يا رب. ميرسي. انا طبعا احنا متابعين حضرتك اول حلقه في البرنامج اوكي اللي هو لقمه هنيه، وكمان لما كنت في قبل كده في البرنامج اللي هو شارع شريف. صحيح. فاحنا متابعين حضرتك. اه طبعا. وانا على فكره اتواصلت مع حضرتك قبل كده على البرنامج اللي هو لقمه هنيه. تسلمي يا رب، ده انت بتنورينا. انا ببسط جدا ببسط جدا لما تكوني متابعانا بشكل مستمر. يعني بحب قوي لما يكون في حد من المشاهدين متابع حتى يعني مش شرط ان انت تكوني بتتصلي في الحلقه دي عشان تتابعيها، لا تكوني متابعه حلقات تانية كمان غير اللي بتتكلمي فيها. اه لا احنا متابعين كل الحلقات اللي حضرتك على طول بتجيبها وكده. وبعدين في حلقه حضرتك كنت عاملها للصوصات دي، كانت طبعا حلقه ممتازه جدا. كنت عاملها للايه؟ انا ما سمعتش. للصوص. اوكي. اوكي لكل انواع الصوص اللي هي الصوص البني، الديمي جلاس، عملنا فيها كلها. فعلا الخمس صوصات الرئيسيين في العالم. بالظبط بالظبط بالظبط. بس انا طالبه من حضرتك حلقه ومدل. للسلطات. للسلطات. هعمل لك حلقه يعني... للسلطات. بس هقول لك على حاجه. ينفع انا عايز اعمل لك الحلقه دي بس بعد يوم 8 يناير، يعني خلينا كده في مش نعمل الوصفات بتاعت الاعياد وبتاعت الاحتفالات، وبعدين بعد 8 يناير هعمل لك ان شاء الله حلقه خاصه بالسلطات المختلفه. وزي ما احنا قسمنا كده الصوصات خمس صوصات رئيسيين في العالم عملناهم وقلنا كل واحد منهم بيندرج تحت ايه، هنعمل برضو الاسس بتاعت السلطه ونشوف ازاي نقدر ننوع منها كمان. بالنسبه برضو حتى كمان للدريسنج. وكنت عايزه اسال حضرتك برضو على حاجه تانية. حضرتك كنت بتقول ان لو في مثلا حد بيعمل حاجات جديده يتواصل عن طريق الصفحه، مظبوط؟ اه. طيب يعني انا في كذا فكره، يعني انا عملت قبل كده فراخ باللوز والزبيب. اوكي. الله. لا 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 لحظه واحده لحظه واحده، ده انت بتبتكري. اه ما هي ده حلو جدا. اه انا بفتكر، انا بعمل حاجات جديده بصراحه يعني. تسلمي. يعني بحاول احط اختراعات كده واتفهم انتها باللوز وزبيب. طب اقول لك على حاجه، ممكن تبعتيها لنا على صفحه لقمه هنيه وهننزلها لك على الصفحه. اكتبي بس المقادير والوصفه والصوره للوصفه وهننزلها لك ونعمل لك منشن على صفحه لقمه هنيه. اتفقنا؟ اوكي ميرسي قوي لحضرتك. نورتينا. طيب نورتيني يا استاذه مها، تشرفنا جدا باتصالك. بصوا انا عملت ايه هنا. انا هنا شوحت البصل، نزلت بالخضار المشكل بسله، فاصوليا خضراء وجزر، حطيت كمان حطيت الفاصوليا البيضه اللي كانت مسلوقه ثلاث ارباع سلقه، وحطيت كاري وحطيت زبده من شويه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط ورقه لورا واحده كده، وبعدين الخليط ده هروح واخده كده. ورقه اللورا مش هتطلع طعمها دلوقتي، ورقه اللورا هتطلع طعمها في الفرن مع الفرخه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي هنا، تعالوا نجيب اناء واسع، وهنزل هنا بالحشوه اللي انا مجهزها. يا استاذه داليا ازيك؟ عامل ايه؟ انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا كويس. انت كويسه؟ انا اللي سالتك عن الكيكه اللي من غير بيض. سالتيني على ايه؟ الكيك اللي من غير بيض. اه هنعمل لك كيك من غير بيض. بصي انا كنت عايزه اعمله لك قريب، بس زي ما كنت بقول لاستاذه مها كده، بمناسبه موسم الاعياد اللي احنا فيه، فاحنا مش عارفين قوي نخرج بره وصفات الاعياد. بس اوعدك. هو انا عملت تورته حلو، حبيت اللي انا لو الكريم شانتيه وكده حلو، فباظت باظت باظت باظت. يعني مشكلتي كانت في الكريم ولا كانت الكريم في الكريم شانتيه؟ جيت عشان حط له كولر. اه حطيت له الوان طعام احمر. اه فهبط الكريم.
ملحت قوي، فانا ما خدتش طعم يعني ما خدتش بالي من طعم. حطيتي قد ايه؟ حطيتي قد ايه من الوان الطعام؟ يعني نص معلقه. لا لا، ده بيتحط منه نقطة صغيرة على كوباية مية، نقطة صغيرة جدا. طب ما هو جداً. دلوقتي انا حطيتها على التورته كلها، اعمل ايه بقى؟ اشيلها ولا اعمل؟ لا قولي تاني، ما سمعتكيش. ثانية يا احمد، قولي تاني كده، معلش قولي تاني، قولي تاني. هو انا حطيتها على التورته كلها. اوكي تمام. فانا مش عارفة الطعم ده اغطيه ازاي يعني. طب عايز اسألك سؤال تاني مهم بالنسبة لي، طعم الكيك نفسه والقوام بتاع الكيك الاسفنجي كان مظبوط؟ يعني كانت الكيك هشة؟ يعني لا، يبقى ما كانتش هشة قوي. طب قولي لي، المشكلة عندك كانت في الطعم ولا في الشكل ولا في القوام؟ لا، المشكلة عندي في طعم الكريم شانتيه ذات نفسه، طعم الكريم شانتيه. طب ايه رأيك في حلقة قريبة ان شاء الله، يعني مثلا بعد، زي ما كنت بقولك كده، بعد 8 يناير هعمل لك حلقة. الحلقة دي هتبقى مخصصة للتورتة، ازاي نعمل تورتة، ازاي نعمل العجينة بتاعت الكيك الاسفنجي، ازاي نعمل الخلطة بتاعته، ازاي نخبزه، وبعدين ازاي نعمل التزيين الخارجي، ازاي نعمل الكريم شانتي ونعمل كل الاشكال والفروستنج اللي فوق الكيك والحاجات دي كلها. اوعدك هعمل لك كده من عينيا. نورتينا وشرفتينا باتصالك. بصوا انا عملت ايه يا شباب، انا جيت هنا حشيت الفرخة بالخلطة اللي انا كنت مجهزها، فاصوليا بيضة، فاصوليا خضراء، جزر، وبسلة ورق لورق، كان عليها كاري، ملح وفلفل وبصل، كل الخلطة الجميلة دي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز اجي هنا اروح واخد رشة من الكاري فوق الفرخة مع رشة من الملح والفلفل الاسود، وهدعك بيهم جلد الفرخة الخارجي. بالشكل ده كده انا جهزت الفرخة للشوي. بصوا بقى انا عايز اعمل ايه، الليمونية دي لما تخش الفرن هتطرى جدا وهتبقى ريحتها مدخنة، فانا عايز ادخل الليمونية دي مع الفرخة، يا اما احطها جوه الفرخة لو الفرخة كبيرة. انا بما ان الفرخة اللي انا بشتغل عليها دلوقتي فرخة صغيرة او متوسطة الحجم، فمش عايز احط الليمونية جوه الفرخة. ليه؟ علشان مش عايز اقلل المساحة بتاع تجويف الفرخة اللي هتحتوي كمية من الخضار، عايز يبقى فيه جوه خضار وفي فاصوليا بيضة. فهعمل ايه؟ فهخلي دي في الطاسة او في الصينية اللي انا هدخل فيها الفرخة في الفرن. هاخد كده الفرخة هنا احطها بالشكل ده، تعالوا بقى نشيل دي مش محتاجينها خلاص. هاجي هنا هحط الفرخة كده، وبعدين هجيب زيت، احط زيت على الفرخة في الأجزاء دي، احط عليها من بره كده. الزيت ده بيساعد على التحمير، هنا لما تخش الفرن الجلد بتاعها هيبقى مقرمش. وهحط برضو زيت على الليمونية. يا أستاذة سمية ازيك؟ ملح وفلفل. ازيك يا أستاذة سمية؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك انت بتسأل وانت طيب؟ وانت طيبة بألف صحة وسلامة يا رب. الله يخليك. انا بس كنت عايزه اعرف طريقه سهله، عايزه اعمل دريسنج لسلطه البنجر، احط عليها ايه؟ عايزه تعمل دريسنج لسلطه البنجر. بصي، سلطه البنجر بيبقى لونها احمر، ولما بتحطي عليها دريسنج الدريسنج ده بيكتسب نفس اللون، فخلاص يبقى احنا كده هنبعد قصه اللون الاحمر، مش محتاجين مثلا نعمل دريسنج من البنجر نفسه. خلينا نبعد بقى عن البنجر. البنجر مسكر، في نسبة من السكر عالية، فبتحسي بطعمه مسكر، فاحنا عايزين نعادل السكرية دي. احنا بالطريقة دي بنفكر في الدريسنج. يعني ازاي بنقول الدريسنج ده يليق على السلطة دي؟ بالفهم لطعم المكون وايه الاحساس اللي بيديه وانتي بتمضغيه. فانا دلوقتي عايزك تعملي دريسنج يكون مزز وحادق سنة علشان يعادل التسكيرة بتاعة البنجر. في دريسنج مشهور جدا اسمه فينيجريت. الفينيجريت ده عبارة عن ايه؟ الاساس بتاعه هو زيت زيتون وخل، زيت زيتون وخل. لو عايزين اقول لك المقادير بالظبط هقولها لك. حطي 4 معالق زيت زيتون، 4 معالق زيت زيتون، معلقتين خل، معلقه صغيره عصير ليمون، ملح وفلفل اسود، وحطي بقى كمان ايه، ربع معلقه سكر صغيره قوي. مش هتخلي الدريسنج مسكر، بس هتعدل طعمه. التسكير بيضيع المراره اللي موجوده في اي مكون من المكونات. فانا عايزك تحطي ربع معلقه سكر صغيره جدا، هتقلبي الخليط ده كويس قوي. لو عندك في التلاجة مستردة حطي برضو ربع معلقه صغيره مستردة،
هتحسن اللون وهتحسن القوام بتاع الدريسنج، هتخلي الدريسنج القوام بتاعه بيغطي الحبيبات بتاعت السلطه. لو انت حاطه مثلا بنجر او حاجه هتلاقي ان الدريسنج بيعمل طبقه حلوه كده على البنجر. فانا عايزك تعملي الصوص ده، الدريسنج ده تقلبيه كويس وبعدين تحطيه على السلطه. بس ما تحطيش الدريسنج على السلطه الا وانت بتقدمي علشان ما يدبلش السلطه مسبقا عشان فيه خل طبعا. طيب اتمنى تجربي الدريسنج ده وتقولي لنا رايك فيه. انا دلوقتي خلصت الفرخه دي، هاخدها كده زي ما هي هحطها في الفرن. هتخش الفرن على درجه حراره 170، هتقعد 40 دقيقه وبعدين نشقر عليها بعد ال 40 دقيقه. تمام يا ابو حميد؟ حلو. انا كده عملت الفرخه، حشيتها بالخضار وفي نفس الوقت حطيتها في الفرن تتشوي. عايز اقول لكم حاجه مهمه، انا من الناس اللي بتحب اكتر طعم الاكل المشوي، سواء مشوي على فحم او مشوي على جريل او مشوي في الفرن، اكتر من الاكل المسلوق. ايه اللي بيحصل بقى بالظبط عشان نبقى عارفين برضه؟ اللي بيحصل ان الاكل المسلوق لما بنيجي فرخه مثلا ونسلقها، الفرخه بتفقد جزء كبير جدا من طعمها في السائل اللي هو الميه او المرقه او الشوربه اللي نزلت منها، فما بيبقاش الطعم مركز جوه اللحم، بيبقى الطعم بيتاخد من اللحم ويبقى موجود في الشوربه او المرقه اللي موجوده حوالين الفرخه دي او اللحمه. علشان كده هتلاقوني في معظم الحلقات ما بستخدمش طريقه السلق، ما بسلقش اللحمه وما بسلقش الفراخ علشان مش عايز اضيع طعمها، عايز الطعم بتاعها يبقى مركز، عايز الطعم بتاعها يبقى غني، عايز احس بطعم الفراخ وانا باكلها، عايز احس بطعم اللحمه وانا باكلها. فبستخدم طرق طهي مختلفه عن طريقه السلق، يا اما بنشوي في الفرن يا اما بنسوي على النار هنا طريقه اللي هي طريقه اليخنه، ان انت تعمل مثلا تعملي اللحمه او الفراخ على النار هنا مع سائل قليل، ممكن تحطي سائل لحمه، ممكن تحطي ميه او مرقه بس كميه صغيره ما تسمحش بان الطعم ينزل من اللحمه او الفراخ في السائل ويسيب الفراخ او اللحمه نفسها. طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنعمل ايه. انا عايز اعمل الباميه، عايز اقول مقاديرها. احمد انت عايز فاصل امتى؟ طيب انا دلوقتي هاخد فاصل، بعد الفاصل ده هرجع هنقول مقادير الباميه ونبتدي نشتغل فيها. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل عشان نشوف الباميه. الباميه النهارده مش باميه معتاده، الباميه النهارده فيها نكهه هنديه الى حد كبير، الباميه النهارده فيها جنزبيل فريش مفروم، الباميه النهارده فيها زبادي، فيها قرفه، فيها ورق لورا، فيها سوداني، الباميه النهارده مختلفه. بس انا متاكد ان هي ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتعملوها وتجربوها وتبعتوا لنا تقولوا لنا حلوه جدا الباميه دي. طيب تعالوا اقول لكم مقاديرها وبعدين نخش على طول على الطبخ بتاعها. باميه بالكاري، كيلو باميه بس مش القطه العاميه، ثلاث بصلات مفرومين، فصين توم مفرومين، جنزبيل فريش مفروم، فلفل حامي، كوبايتين زبادي، ثلاث ورقات لورا، عود قرفه خشب، معلقه كركم، ثلاث معالق كاري، سوداني محمص وهنحمصه اكتر وهوريكم ازاي، اوراق بقدونس، كوبايه شوربه فراخ، ثلاث معالق زيت، ملح وفلفل. تعالوا بقى اقول لكم انا هعمل ايه بالظبط بالمقادير دي، ازاي هطلع منها افضل طعم. انا عندي سوداني، السوداني ده سوداني متقشر، سوداني متحمس ومتقشر، بس انا مش هكتفي بكده، انا عايز طعمه يبان في الاكله كلها. فهعمل ايه؟ زي ما هو كده هاخده هحطه في الطاسه السخنه من غير زيت او سمنه. دي طريقه من طرق التحميص اللي بنستخدمها لما نكون عايزين نعلي طعم ونكهه المكسرات. هقلب بسرعه ومش هيقعد على النار كتير، هو بس يا دوبك كده يعني 40 ثانيه. خلاص انا كده خلصت، هاخده واحط السوداني هنا. لازم يتساب شويه علشان الحراره دي بتطري سنه، بس بعد ما بيبرد بيبقى مقرمش اكتر مكان مقرمش في الاول. طيب هعمل ايه؟ رجعت تاني الطاسه اللي انا حمصت فيها السوداني، رجعتها على النار. هجيب بقى الزيت هنا جنبي واقول لكم انا هعمل ايه. هاجي هنا هحط زيت وبعدين هجيب البصل، هنزل هنا بالبصل
البصل هنا انا مش عايزه يلون، مش عايزه يبقى لونه عسلي، انا بس عايزه يدبل شويه. قلب انا بقى كده، نجيب الملح والفلفل نخليهم جنبنا هنا عشان واحنا شغالين كده ايه نظبط. ملح وفلفل اسود ونقلب. تعالوا بقى نجيب ايه، عايز اقول لكم على حاجه تانيه برضو مهمه. عارفين اللي احنا عملناه في السوداني هعمله برضو تاني بس مع التوابل. انا عندي هنا كاري وورق لورا. كاري وورق اللورا انا عايز اخلي النكهه بتاعتهم اقوى، عايز اخلي طعمهم اغنى واقوى، عايز اطلع الطعم اللي فيهم بشكل اكبر. فبعمل ايه؟ بحمص التوابل دي زي ما انتوا بتعملوه في البيت بالظبط مع الكزبره الناشفه. انتوا بتجيبوا كزبره ناشفه من عند العطار وبعدين تحمصوها شويه وبعدين تضربوها في الكبه عشان تعملوا بيها الملوخيه. الطريقه دي طريقه ممتازه، اعملوها بقى في بقيه التوابل مش بس الكزبره الناشفه، لا ممكن تعملوها في كل التوابل اللي انتوا تستخدموها قبل ما تطحنوها، او لو هي مطحونه تقدروا تعملوها على طول وهي مطحونه. بس خلي بالكم من حاجه مهمه قوي، تحميص التوابل هو فعلا بيدي طعم حلو جدا، لكن في نفس الوقت خطورته ان هو لو زاد عن الحد اللازم بيخلي التوابل تمرر، بيخلي طعمها مر. طيب انا دلوقتي خلاص كده وصلت بالبصل للمرحله اللي انا عايز اوصل ليها، هعمل ايه؟ هجيب هنا الجنزبيل الفريش. يا استاذه منى، يا استاذه منى ازيك؟ الو، ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ ايوه تمام الحمد لله. الحمد لله. اموريني. لو سمحت يا شيف عايزه طريقه المكرونه البشاميل. طب ايه رايك اعملك مكرونه بشاميل الاسبوع الجاي؟ خلاص ماشي. اعملك مكرونه بشاميل بالسجق، ايه رايك؟ تمام ماشي. خلاص، عشان احنا قبل كده عملنا مكرونه بشاميل باللحمه المفرومه، فانا الاسبوع الجاي هعمل لك، ممكن يا روبا تقول لنا يوم ايه بالظبط؟ الاسبوع الجاي هعمل لك مكرونه بشاميل بالسجق من عينيا الاثنين. حاضر، نورتينا يا منى. حطيت دلوقتي الجنزبيل الفريش وقلبته، بدا يطلع ريحته، بدأت أشم ريحة الجنزبيل الفريش وأنا شغال. هعمل إيه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا هحط الفلفل الحار، فلفل حامي. يا أستاذ حازم. ألو. إزيك يا حازم؟ الحمد لله. عامل إيه؟ الحمد لله. بتكلمنا منين يا حازم؟ من اسكندرية. يا أهلاً وسهلاً، يا أهلاً وسهلاً. قول لي يا حبيبي عايزني أعمل لك إيه؟ عايز البسكويت بالشوكلت. الإيه؟ البسكويت بالشوكلت؟ آه. حاضر، ماشي. هعمله لك من عينيا الاثنين. طب عايز نوع معين من البسكويت؟ ايه لا اي نوع عادي. طيب حاضر، من عينيا الاثنين. ده انت تؤمر. نورت يا حازم حبيبي. حطيت الفلفل وبدات اشم ريحه الفلفل، الريحه الحاميه بتاعه الفلفل. انا عندي هنا الطاسه بدات تسخن، لازم تسخن كويس. بعد ما تسخن كويس هوريكم انا هعمل ايه في التوابل. تعالوا بس دلوقتي نحط الثوم هنا. ريحة الفلفل قوية جدا، عفوا. طيب احنا هنعمل يوم الثلاثاء ان شاء الله، لسه نوها كانت بتقول لي حالا هي في ودني، هنعمل يوم الثلاثاء ان شاء الله الوصفة بتاعة المكرونة بشاميل بالسجق، بحشوة السجق. الوصفة دي حلوة جدا، تابعوها ان شاء الله وتعجبكم باذن الله يوم الثلاثاء. طيب انا عملت ايه هنا؟ انا شوحت البصل، حطيت زيت الاول، شوحت البصل، شوحت الجنزبيل الفريش وحطيت الفلفل الحامي وبعد كده حطيت الثوم. هعمل ايه؟ هاجي بقى دلوقتي لمرحلة تحميص التوابل. هحط هنا حطيت هنا القرفة وحطيت ورق اللورة والطاسة سخنة. ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ انا دلوقتي بعزز بقوي النكهة بتاعت التوابل اللي موجودة في الطاسة اللي من غير زيت، تحميص. طيب نقلب هنا كده تقليبة. دلوقتي جت مرحلة البامية نفسها. حطيت البامية. هاتوا بقى البامية الصغيرة دي عشان بتبقى حلوة قوي. هي طبعا التقميع بتاعها بيبقى مش سهل، يعني بياخد وقت، محتاج ست بيت شاطرة كده.
بس انتوا قدها، متاكد انكم تعملوا كده ان شاء الله. نقلب هاجي هنا. بصوا بقى اللون بيتغير هنا. ممكن نيجي هنا احمد، عايز نشوف حاجه. دي شايفين لونها وصل لايه؟ هو ده اللون اللي انا عايزه، لون التحميصه دي. ده الفرق ما بين الحتت المتحمصه والحتت اللي لسه مش متحمصه. هاجي هنا هكمل تقليب الباميه. دول كده خلاص اتحمصوا، لونهم اتغير عن ما كنا مدخلينهم على النار، فهاخدهم كده زي ما هما واحطهم هنا. ومكانهم هحمص الكاري. احنا عندنا كاري وعندنا كركم. ده الكركم، هحط الكركم على الباميه والكاري هحمصه. يا استاذه غاده ازيك؟ الو، ازيك عامله ايه؟ الله يسلم حياتك، اخبارك ايه؟ عايزين نسال على البشاميل بس باللحمه، مش عايزينها بالسجق. المكرونه بشاميل باللحمه. حاضر، هنزلها لك دلوقتي على الشاشه، لان انا افتكرت ان انا يوم الثلاث الجاي هعملها، بس مش هتبقى مكرونه بشاميل، هتبقى لازانيا. هعمل لكم يوم الثلاث ان شاء الله لازانيا بالسجق. فدلوقتي هنزل لك على الشاشه مقادير المكرونه البشاميل باللحمه المفرومه. عايز بس اقول حاجه مهمه، انا دلوقتي جبت الكاري هنا وحمصته. شايفين انا دلوقتي شامم ريحه قويه جدا، ريحه تحميص الكاري، ريحه قويه جدا طلعت عليا. بس عايزين نبص هنا يا ابو حميد، بص كده عشان نقول حاجه. شايف اللون ده؟ هو ده اللون المثالي. انا مش عايز اللون يغمق. لو اللون اغمق ده معناه ان التوابل مررت، فاحنا مش عايزين التوابل تمرر. انا كده زي الفل. هنزل هنا بالكاري. شايفين الباميه شكلها مبهج ازاي؟ مختلفه تماما عن اللي احنا بنعملها، طعمها حلو، تغيير كويس. مره نعمل كده ومره نعمل كده. نقلب. دلوقتي لازم احط المرقه. طب هل الوصفه دي لازم تتعمل بمرقه؟ لا مش شرط، ممكن تتعمل بميه لو انتوا حابين. المرقه بس هتدي طعم اغنى شويه، هتدي طعم اقوى. عايز مره نعمل حلقه نشوف ازاي نعمل المرقات في البيت. نعمل كده ان شاء الله. ندي تقليبه. طيب بالنسبه بقى للسوداني اللي انا كنت محمصه، هل هحطه دلوقتي؟ لا مش هحطه دلوقتي، هستنى في نهايه الوصفه. ليه؟ لان انا لو خدت السوداني دلوقتي حطيته على الباميه، الميه والتسويه نفسها هتطريه، وانا عايزه مقرمش. الباميه بتبقى طريه جدا ومزلقه سنه كده، فانا محتاج معاها قوام مختلف، قوام اخر بيقرمش مع القوام الطري عشان يعمل كونتراست كده في الطعم وفي المضغ. هقلب تاني كده. بالنسبه لي تمام، محتاج بس ازود شويه ميه. هنجيب هنا كده شويه ميه صغيرين. حلو جدا. طيب انا فاضل لي ايه لسه ما حطيتوش على الوصفه دي؟ فاضل لي السوداني اللي انا محمصه، هتتقدم مع رز طبعا. فاضل لي السوداني اللي انا محمصه، فاضل لي الزبادي اللي هيتحط في النهايه، هيتحط في اخر الوصفه دي. فاضل لي جزء من الفلفل الحار اللي انا برضو ما حطيتوش من البدايه، وحطيت جزء منه بس ما حطيتوش كله، ما حطيتش كل السوداني، ما حطيتش كل الفلفل الحار. واوراق البقدونس. ليه عملت كده؟ علشان مش عايزها تسود، مش عايزها تفقد اللون بتاعها ولا الطعم بتاعها، فعشان كده هحطها في النهايه وهوريكم هنعمل ايه بالظبط. ندي بس تقليبه كده. انا مستني ايه اللي يحصل دلوقتي؟ مستني نوصل لمرحله الغليان. زي ما انتم شايفين كده بدات تغلي من الاطراف، انا عايزها تغلي كلها من كل الجوانب بتاعتها قبل ما اغطيها. محتاجه تتغطى وتستوي. ممكن نبص هنا بص يا ابو حميد على الفرخه كده. عايز اوريكم حاجه مهمه. انت باصص ها؟ بصوا بقى هنا الليمونه بدات تطرى. هتبقى عامله كده زي الليمونه المخلله بعد ما تتشوي بنسبه كامله. هتبقى عامله زي الليمونه المخلله كده. هناخدها بقى ايه ونعصرها كده على الفرخه، على لحم الفرخه نفسه، فهيبقى طعمها حلو قوي. ممكن بس نقلبها كده عشان مش عايزها تاخد لون من حته واحده بس. كده بصوا الحته دي بقت اطرى كمان، هي شكلها ناشفه بس هي طريه جدا.
مش عايز بس اعمل كده عشان مش عايز اقطع الليمونه اهي. بصوا بدات تنزل من هنا جزء كده، مش عايز نفرقع في وشنا يا ابو حميد. بصوا بدات تنزل من هنا كده شويه عصير الليمون، مش عايزين نفضي الليمونه كلها، بس انا كنت بوريكم هي بتعمل ايه. هوطي بقى النار سنه كده، لان انا وانا بشوي حاجات بعمل ايه، بدخل خاصه لو فراخ او حاجات تاخدش وقت على النار، بدخل الفراخ على درجه حراره عاليه تاخد لون وشكل حلو، وبعدين بوطي اكمل التسويه. فانا دلوقتي هرجع ل 170 اللي احنا متفقين عليها. انا كنت مدخل على كام؟ كنت مدخل على 200. يلا بينا. طيب يلا بينا بقى ايه، نرجع تاني للباميه. باميه غليت زي ما احنا كنا مستنيين ان ده يحصل. انا بقى شامم دلوقتي ريحه قويه جدا، ممكن نيجي هنا يا ابو حميد. انا دلوقتي شامم ريحه ايه؟ انا شامم ريحه دلوقتي جنزبيل فريش، وشامم ريحه كاري متحمص، وريحه ورق لورا، وريحه قرفه، ريحه بصل في الافتر كده تيست. في نفس الوقت الفلفل ده فلفل حامي هيدي مع الطعم بقى، لما نيجي ندوق الطبق ده هيدي لسعه حلوه كده. احنا مش مكترين الفلفل الحامي، بس هو هيدي طعم حلو جدا للوصفه دي. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه دلوقتي. نيجي هنا عايزين بقى نغطي الطبق ده. لا يا احمد بقى، لا يا احمد بقى يا اخي بقى. يا جماعه بصوا يا جماعه، انا قلت لكم قبل كده الموضوع ده، كل ما اجي استخدم فويل احمد عشان عارف معلومه فرحان جدا انت عرفت المعلومه دي، عشان عارف معلومه انهي وجه من اوجه الورق الفويل بيستخدم بيبقى موجه للاكل، وانهي وجه تاني بيبقى موجه للجهه الاخرى. خلاص كل ما اجي استخدم فويل يقول لي مش هتقول بقى والنبي، ما تقول لهم هنعمل ايه. مش هقولها بقى، مش هقولها. حبيبي طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين الباميه هنا هنقطع فاصل، بس انا عايز اقول حاجه مهمه. عايزين الباميه هنا تستوي بشكل كامل. الباميه انتوا بتعملوا فيها ايه؟ بنشتري باميه من السوق، وبعدين بنقمعها بنقشرها ونديها سلقه نص سلقه، وبعد كده بنطلعها ننشفها نحطها في اكياس ونحطها في الفريزر. دي الطريقه المعتاده، ما تبقاش مستويه بشكل كامل. فعايزين بقى في الوصفه دي نسيبها لغايه ما تستوي، لغايه ما تطرى كويس. هنستغل الفرصه دي، هنطلع فاصل. بعد الفاصل اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل بعد ما كنا خلاص حطينا الباميه على النار وغطيناها. تعالوا بقى نبص عليها بصه كده، نديها تقليبه ونشوف اخبارها ايه، وصلت ايه بالظبط. الله على البنا. بصوا انا مش عايزها صيصه، عايزها مسبكه زي ما انتم شايفينها كده. لونها حلو جدا، طعمها كمان هيطلع حلو جدا. تعالوا كده ندوق قبل ما نغرف، عشان لو عايزه ملح ولا حاجه نبقى عارفين هي محتاجه ايه. مظبوطه جدا، حاميه سنه زياده. فلو انتوا بتحبوا الاكل حامي اعملوا زي ما انا عملت بالظبط. لو عايزينه الحمام بتاعه اقل شويه قللوا الفلفل الحامي اللي هتحطوه في الوصفه. طيب هعمل ايه؟ انا هطفي عليها النار خالص وهاخدها هنا بره النار. خدنا السكينه وهجيب كاتنج بورد صغيره كده، هعمل بيها ايه بقى؟ اقول لكم حالا. هجيب ورق، حطوا في الوصفه دي ورق بقدونس او ورق كزبره اللي موجود عندكم حطوه، وبقطع الورق قبل ما احطه على طول. ما ينفعش اقطعه واسيبه عشان ما يسودش، هقطعه كده وبعدين هحطه على طول على الباميه. مش عايز افرمه قوي، نص فرمه كده، عايز يبقى باين كده شكل الورق نفسه. اروح واخد نص الورق كده واحطه هنا، هنقرب دي مننا هنا، نديها تقليبه كده بورق البقدونس. الحراره الكامنه اللي موجوده في الطاسه وفي الخلطه دي هي اللي هتخلي طعم البقدونس يظهر ويطلع من غير ما يكون موجود على النار. وليه بنعمل كده؟ عشان ما يسودش. لو حطينا البقدونس على النار لونه هيغير وهيسود. وبعدين هروح جاي هنا حاطط الزبادي، بس انا مش عايز المايه اللي مع الزبادي دي، ف
فهصفي الميه دي هنا. سلام بقى لو انتوا عندكم زبادي يوناني، بس طبعا هو غالي شويه، بس ممكن يتعمل في البيت يعني. زبادي تحطوه على شاش مع رشه ملح، هينزل الميه بتاعته، فهيبقى كريمي قوي من غير ما يكون فيه ميه كتير. هقلب، بصوا بقى اللي هيحصل ايه. انا حطيت الزبادي بعد ما طلعت من على النار، الزبادي هيعمل حاجتين. الزبادي هيعادل الحميان شويه اللي موجود في الوصفه دي، وفي نفس الوقت هيخلي اللون احلى وهيخلي الطعم اغنى. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. الوصفه دي لازم تجربوها، خطيره. هقلب بس لغايه ما اطمن ان الزبادي اختلط، ما بقاش عامل حتت فاتحه وحتت غامقه، لا عايز كله لون واحد. وبعدين دلوقتي هزود بقى فلفل حامي لو انتوا حابين، لو انتوا مش حابين خلاص. هاجي هنا بقى، اعملوا الوصفه دي مع رز ابيض. لان ليه بقى بقول لكم رز ابيض؟ علشان هي مليانه اطعمه قويه جدا، مليانه اطعمه غنيه، فمش محتاجين طعم تاني غني، محتاجين رز ابيض ساده عليه ملح وفلفل بس. اعملوه حتى بميه، ما تعملوش بمرقه. هاجي هنا هغرف الباميه، يا استاذ خالد. يا ازاي حضرتك؟ اهلا يا استاذ، ازاي حضرتك؟ انت بقى بحبك قوي قوي. ربنا يخليك، انت سمارت، ربنا وطريقتك سهله جدا في الطبيخ. انا بشوفك من يوتيوب في امريكا. والله ده انت منورنا، والله منورنا باتصالك. ميرسي، كلك ذوق. يو ار فيري هانسم اند فيري سمارت. ثانك يو سو ماتش. ميرسي. تكلم انجليزي ولا لا؟ شكرا، شكرا لذوقك. انا بس الباميه تجنن يعني، فيري فيري نايس، بس مفيش فيها عليها سمنه ولا حاجه. احنا في مصر في سمنه، في زيت. انا حطيت زيت في الوصفه دي، حطيت زيت نباتي. سوري لاني شفتك في النص البروجرام. لا لا ولا يهمك، انا حطيت زيت نباتي. اوكي اوكي، انت نورتنا جدا باتصالك وشرفتنا. ميرسي يا فندم، و ساي هاي تو شريف، ويو جايز ار ذا بيست. تعمل له حاجات كويسه جدا. شكرا جدا لذوقك، الف شكر لحضرتك. شكرا جدا. سؤال بقى ليك. طبعا اتفضل. انا الرز مع اللبن صعب جدا بيتعمل، لانه بيطلع الرز مش بيستوي. اه، فلازم تقول لي طريقه سهله من عينيا الاثنين. اقول لك على طريقه مش هي الطريقه المعتاده، بس هتخلي الرز بلبن اللي انت هتعمله مظبوط ومستوي كويس جدا. اسلق الرز قبل ما تبتدي في الرز بلبن، ويا سلام بقى لو حضرتك سلقت الرز ده في لبن، يعني اسلق الرز بشكل عادي جدا كانك سيمرنج، اللي هي درجه الحراره اللي قبل الغليان، مش بويلنج، سيمرنج. ما يكونش بالظبط، ما يكونش ميه بتغلي، وسيب الرز لغايه ما يتسلق سلقه الا ربع، يكون الدنتي كده خلاص، قرب يوصل للتسويه الكامله. بعد كده حط بقيه مقادير الرز بلبن وقلب. الستيرنج ده بيعمل ايه؟ بينزل الستارتش اللي موجود جوه الرز، فالنشر اللي بينزل ده هو اللي بيعمل القوام التقيل بتاع الرز بلبن. سؤال ليك تاني، بتحط عليه كارنيشن ميلك ولا ميلك عادي؟ لو حطيت يعني اللبن العادي يكفي، ممكن تحط حاجات مختلفه، يعني في ناس بتحط لبن، وفي ناس بتحط كريم، دبل كريم او او كريم عاديه، وفي ناس كمان بتحط لبن مكثف، الكوندنس ميلك. اللبن المكثف بيدي اقوى طعم. اللبن المكثف بيدي اقوى طعم من الاطعمه دي، بس لو مش متوفر تقدر تستخدم لبن عادي. All right, very good. I thank you. Merci bien. شكرا لك. و happy new year. Happy new year to you too. شكرا جزيلا. Okay. Bye bye. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي خلاص غرفت الباميه وزينتها. الباميه دي بعد ما طلعنا من على النار حطينا عليها الزبادي وقلبنا. ركزوا بقى. ودلوقتي حطيت الباميه في الطبق، وبعدين حطيت السوداني من فوق، السوداني المتحمص المتشوح. زي ما قلنا ده هيتقدم مع رز ابيض. ليه هيتقدم مع رز الابيض؟ علشان مش عايزين حاجه طعمها قوي. يا استاذه سلمى، ازيك؟ ازيك يا سلمى؟ الو، عامله ايه؟ الحمد لله منورانا. ايه اخبارك؟
الحمد لله. كويسة؟ بتكلمينا منين يا سلوم؟ من القاهرة. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا وسهلا. قولي لي بتحبي تاكلي إيه؟ ماما بتعمل لك إيه حلو؟ ماما بتعمل لي تورتة. تورتة، الله عليكي، وعلى أنت تورتة في حد ذاتك. منورانا. شكرا. ألف شكر ليكي. عايزة هنعملك إيه في الأيام الجاية؟ قولي لنا على وصفة أنت بتحبيها أعملها لك علشانك أنت مخصوص. بحب البيتزا بالتونة. بيتزا بالتونة. طيب أنا ما عملتش قبل كده بيتزا بالتونة، وعلشان خاطرك هعمل مرة بيتزا بالتونة علشان خاطرك أنت. ماشي. نورتينا. شكرا. مبسوط قوي باتصالك. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل إيه. أنا كده خلاص جيت هنا، دي أنا فتحت الفرخة دي وهسيب دي مقفولة. عايز بس أوريكم أنا هعمل إيه بالليمونة دي. الليمونة دي أنا عايز آخد العصير بتاعها. ممكن يا أبو حميد نيجي هنا؟ العصير بتاع الليمونة دي زي ما أنتوا شايفين كده هنزل بيه. الليمونة دي حصل فيها إيه؟ اتشوت في الفرن. بعد كده باخد العصير بتاعها بنزل بيه على الفرخة، بيخلي بيديها بقى طعم ميزز كده حلو جدا. يلا انزل بالمكرونة بالبشاميل يا أبو حميد، بس بسرعة يلا. خلاص ممكن بقى نعمل حاجة تانية علشان ما نرميش الليمونة دي. طبعا هقول لكم بقى هنعمل ايه. هنيجي هنا نجيب سكينة احمى شوية من دي، وبعدين هاخد الليمونة المشوية دي هاخد منها الشرايح، والشرايح دي هخلطها هنا بالبقدونس. اهم حاجة بس لو في بذر شيلوه، لو في بذر شيلوه اهم حاجة. البذر بس بيدي مرارة احنا مش محتاجينها خالص. وهاجي هنا كده اخلط الخليط ده، الليمون المشوي مع البقدونس، مع ورق البقدونس. وهاجي هنا كده هحط كده واحدتين من الليمون المشوي والبقدونس، نخلي شويه هنا كمان ايه عشان ناكلهم كمخلل كده مع الوصفه دي. دي كانت وصفه النهارده، او دي كانت حلقه النهارده، دي كانت وصفات الحلقه. عملنا وصفتين بس وصفتين حلوين قوي. الوصفه الاولانيه كانت فراخ محشيه فاصوليا بيضة وفاصوليا خضراء بسله وجزر، وفي نفس الوقت حطينا معاها ليمونه كبيره اتشوت، خدنا العصير بتاعها وحطيناه على الفرخه بعد ما طلعت من الفرن. عملنا كمان النهارده باميه بالكاري بشكل مختلف، وقلنا هتتقدم مع رز. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، اتمنى تكون الوصفات عجبتكم. جربوها وابعتوا لنا على صفحه البرنامج الامهنيه، قولوا لنا رايكم ايه، وابعتوا لنا الصوره عشان ننزلها لكم على صفحه البرنامج. استناكم بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية